نشاهد فيلما تسجيليا من إنتاج وإعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان طريق الأمل. أرض الفيروز والكنوز الأثرية والمعالم السياحية الجميلة، درة التاج على جبين الوطن، عد عليها الزمن، مرت عليها المحن، وبقوة جيشنا ووحدة شعبنا انتصرت سينا، وآن الأوان لعبور جديد يرجع ليها مجدها ويفتح ليها طريق الأمل. لما كنا بنتكلم على سينا وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سينا. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. كانت رؤية القيادة السياسية بضرورة ربط سينا بالوادي والدلتا عن طريق منظومة أنفاق وكباري وطرق وإنشاء مدن سكنية وتجمعات عمرانية وبنية تحتية ومناطق لوجستية، استراتيجية تنموية كاملة بتغير شكل الحياة على كل شبر في سيناء. والنهاردة اتولد على أرضها 17 تجمع عمراني جديد بيضم 1181 بيت بدوي في شمال وجنوب ووسط سيناء. ده غير تأهيل 5 فدادين لكل أسرة سيناوية ضمن مشروع واعد أنفقت عليه الدولة حوالي 2 مليار جنيه. وفي المشروع القومي للطرق وعلى أرض سيناء انتهينا من المرحلة الثانية من طريق النفق رأس النقب بطول 111 كيلومتر، وبكده وصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين الأولى والثانية إلى 231 كيلومتر بعرض 49 متر مع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وبتكلفة مالية بلغت 3 مليار و220 مليون جنيه. ولو اتنقلنا لوسط سيناء هنعرف حجم القيمة المضافة اللي بيقدمها مطار البردويل في مجال التجارة البينية والاستثمار. مطار دولي على مساحة 11 كيلومتر مربع، ممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر، وصالة وصول ركاب بتستوعب 300 راكب في الساعة. بنتنقل لجنوب سيناء وبنكمل مشوارنا في رحلة التنمية، ومع وصولنا لمدينة الطور بنشوف النقلة الحضرية في مجمل مشروعات البنية التحتية، ومنها المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم. وفي شمال سيناء نجحنا في إيجاد مصادر جديدة في مياه الشرب بإنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة أبو صقل في العريش بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم، مع إنشاء مأخذ مياه بطاقة 45,000 متر مكعب في اليوم لخدمة مناطق الريسة وكرمة بونجيلا. ده كمان غير إنشاء محطة تحلية في الشيخ زويد بطاقة 5,000 متر مكعب في اليوم، ومأخذ بحري بطاقة 30,000 متر مكعب في اليوم. واستمر العمل في شمال سيناء وبنينا محطة رفع مياه
في كرم أبو نجيلة بطاقة 7000 متر مكعب في اليوم. ومن جديد الدولة بتعيد اكتشاف كنوز الحضارة المصرية مع تعظم الاهتمام بالمواقع الأثرية والمتاحف. وفي يوم واحد مصر بتفتتح 3 متاحف متميزة في 3 محافظات مختلفة: متحف شرم الشيخ أو المتحف للآثار بالمدينة المعروفة عالمياً مدينة السلام، والمقام على مساحة 192 ألف متر مربع، منها 5000 متر مربع للعرض المتحفي، وبيضم 5200 قطعة أثرية من مختلف حقب الحضارة المصرية داخل 3 قاعات عرض متحفي. وبكده المتحف بيكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري وملتقى للحضارات الإنسانية وحلقة وصل بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية. وكأن ماضينا البعيد بيتولد من جديد داخل نوافذ عرض متحفية بتكشف للدنيا كنوز مصر الفريدة والمتنوعة. اهتمام الدولة بالآثار شمل كل المحافظات ومنها محافظة كفر الشيخ، واللي انتهينا على أرضها من إنشاء أول متحف للآثار عشان يكون جدير بتاريخ المحافظة العريق على مساحة 6800 متر مربع، وبيعرض فيه 735 قطعة أثرية فريدة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. المتحف بيعرض لنا تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية، وفوق كل ده بيضم العديد من الآثار المستخرجة من حفاير تل الفراعين، ده غير كمان إنه بيكشف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فوة المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، وكمان بيعرض آثار مسيحية رائعة. وتفضل القاهرة العامرة منورة بآثارها ومحروسة بناسها. القاهرة متحف حضاري كبير بيفتح أبوابه للعالم كله هنا في قلب حي بولاء أبو العلا. انتهينا من مشروع تطوير متحف المركبات الملكية، واحد من أقدم المتاحف النوعية على مستوى العالم، واللي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 6175 متر مربع، منها 2700 متر مربع للعرض المتحفي. بيروي لنا تاريخ المركبات الملكية في مصر خلال العصر الحديث، واللي تم استخدامها في أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية. الحضارة مش مجرد ماضي عدى وفات، الحضارة في دمنا على كل شبر في أرضنا. بنواصل العمل وعلى خطى الأجداد بنبني لولادنا طريق الأمل.